السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم محب قناة المبلية البورسعادية. دلع كرشك دلع نفسك، صباح سعيد يوم جديد على عيوني وعلى عيونكم. النهاردة هنعمل ايه المعمول؟ شايفين الجمال؟ المعمول الأصلي اللي بالسميد بيبقى بجد حكاية، طعمه رائع، ريحته جميلة، بيدوب في البق. يلا نشوف واحدة كده أكسرها قدامكم. ايه رأيكم بقى؟ شايفين؟ عظمة على عظمة، المعمول من ايد ام بلال، هتجربوه هيعجبكم قوي. يلا بينا نخش على الطريقة، وما ننساش لو عجبكم فضلا وليس امر نعمل اعجاب للقناة. يلا بينا بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المعمول عشان اعمله بالطريقة الجاهزة بالظبط لازم استخدم له المكون السري بتاعه، السميد. دي السميد بتاع البسبوسة، ويكون دي الناعم. عملتيه بالدقيقة هيبقى زي الكعك عشان ما نضحكش على بعض. المعمول عشان الطريقة بتاعته الصح لازم سميد ولازم دقيق، اما دقيق بس ما بيطلعش معمول شبيه للمعمول، بس مش نفس النوعيه بتاعته ولا نفس الجوده بتاعته. وفي مكون تاني هقول لكم عليه دلوقتي. اول حاجه لازم المعايير بتاعتي تبقى مظبوطه، يعني انا جايبه ربع كيلو دقيق عليهم ربع كيلو سميد، يعني 250 جرام و250 جرام، وجايبه نص كوبايه سكر بودر ناعم، او لو عندك سكر ناعم حطيه، مش حابه السكر يبقى كتير قليلي شويه. معلقتين زيت كبار وبيكنج باودر، حتى معلقة صغيرة، لأن أنا مش عايزة البيكنج باودر يخلي لي العجينة بتاعتي تنفش، أنا بس بشيل الكتمة بتاعت العجينة، أما أنا مش عايزة العجينة بتاعتي تنفش زيادة عن اللازم. وكوباية سمنة، طبعا تبقى بدرجة حرارة الغرفة، يعني سايحة بس بدرجة حرارة الغرفة اللي أنا مش عايزاها تبقى سخنة. ونص كوباية لبن. والمكون الأساسي بتاعي عشان المعمول يطلع كويس، معلقة محلب. أنا لسه طحناها دلوقتي، معلقة محلب مطحون، ده بيديله طعم زي الجاز بالظبط، وذرة ملح. يلا نبتدي. هبتدي بقى أنزل بالدقيق، المكونات الجافة بتاعتي، هنزل بالربع كيلو دقيق، يا ريت نتبع زي ما أنا شغالة كده. وبعد كده هنزل بالربع كيلو السميد، وهنزل بالسكر. وقلنا السكر لو عايزه تقلليه قللي، انا هنزل بنص كوبايه سكر بودر. وعليهم انا كل ده بنزل بالمكونات الجافه، هنزل بمعلقه صغيره خالص من البيكنج بودر، قلت عشان مش عايزاه ينتفخ مني. انا بشيل الكتمه بتاعته بس، انا كل اللي محتاجاه اللي اشيل الكتمه. هنزل بقى بمعلقه المحلب. على فكره جربوا المحلب هيغير الطعم بتاعه معاكم نهائي. وننزل بذره الملح. هبتدي بقى اقلب كل المكونات دهيت في بعضها. انا بقلبهم في بعضهم لان عايزه كل المكونات الجافه تبقى متقلبه كلها في بعضها، عشان لما اجي احط المواد السائله بتاعتي ابقى متاكده اللي هي اتجانست كلها ودخلت في بعضها. كده خلاص كل المكونات بتاعتي خلصت. هبتدي بقى انزل بالسمنه بتاعتي، ولازم السمنه بتاعتي مش تكون سايحه وسخنه، لا تكون بدرجه حراره الغرفه اللي انا اقدر اتحكم فيها واشتغل فيها. زمان كانوا بيعملوا المعمول لما كانوا يعملوه بالسميد كانوا بيسيبوه يومين عشان السميد يتشرب السمنة، اما احنا دلوقتي لما بنعمله بالسميد الناعم ما بقناش بناخد الوقت ده كله. لازم اتأكد طبعا ان السمنة بتاعتي دخلت وتغلغلت جوه
شايفين انا مش بعجن، انا زي الفرك كده اللي انا بشوف العجينه بتاعتي دخل فيها كل المكونات ولا لا، اللي ما يبقاش فيه مكونات جافه ناشفه. هديتي بقى انزل بمعلقتين الزيت الكبار اللي قلت لكم عليهم، هنزل بمعلقتين الزيت شايفين كده بيشرب كله في بعضه كده، انا وصلت اللي كله اتشرب في بعضه شايفين. هبتدي بقى اجيب اللبن بتاعي برضك يبقى بدرجة حرارة الغرفة وهنزل بيه. بيشرب اللبن على طول كده، خلاص خلص معايا شايفين. شايفين اهو، حتى ما عادش فيه اي تشققات خالص، يعني لما انا بكورها اهو كده اهو وافردها التشققات بتاعتها قليله، اما لو التشققات بتاعتها كتيره كده يبقى انا اعرف اللي هي لسه عايزه ماده سايله. هبتدي بقى خلاص كده اتفركت خلاص كلها، هبتدي بقى طبعا احنا ما بنقلبش العجينه جامد عشان بعد كده المعمول يبقى طري معانا ما ينشفش. هقفلها بس كده، بسم الله ثانيه واحده. واسيبها ساعتين في التلاجة، وبعد الساعتين ابتدي اقول لكم بقى هنعمل ايه. لازم تساب ساعتين في التلاجة. هبتدي بقى اجيب العجوة بتاعتي واحط مع العجوة كده معلقة سمنة، بسم الله، عشان ندعمها اكتر. برضك ممكن نحط لها قرفه، اللي ما بيحبش القرفه ما يحطش، ممكن ما نحشيش عجوه، ممكن نحشي قرفه بالسكر، ممكن تحشي مكسرات حسب ما انت عايزه الحشو بتاعك، يعني ممكن نحشيها شوكولاته، احشيها اللي انت عايزاه. انا النهارده هحشي العجوه واحط معاها حبه قرفه. وهبتدي بقى اخلط السمنه والقرفة مع العجوة بتاعتي عشان اعملهم كرات صغيرة، بسم الله. اعجنهم قوي مع بعض كده، خلاص عجنت العجوة مع السمنة مع القرفة. هبتدي بقى اشكلها كرات صغيرة عشان اشتغل فيها. خلاص اديني عملت العجوة كرات، سيبها بقى على جنب. هطلع العجينة بتاعتي اللي قعدت ساعتين في التلاجة، طبعا هي دلوقتي هتسخن في ايديا، هي احسن حاجة احنا بنعملها كده عشان تبقى جامدة وهي هتسخن في ايدنا واحنا بنقرصها. بتأكد اهو شايفين ايه، العجين كله متماسك. هبتدي بقى اجيب كرة من العجينة عشان اوريكم انا هعمل ايه، بسم الله.
شايفين اهو، شايفين؟ اعمل بقى اي اشكال عندك اعمليها، احطه في الصينيه بتاعتي واكون مشغله الفرن. تاني هجيب كره من العجينه اهو، هكورها، احنا حاطينه في التلاجه عشان كده قلت لكم هيسيح ما بين ايديكوا، عشان كده حطيناه في التلاجه. بفرد العجينه، شوفوا العجينه مش بتشقق معانا عشان احنا مزودين لها الماده السائله بتاعتها ومظبطينها. بجيب قطعه العجوه اللي انا مكوراها، الكره اهي، هفرد الكره كده اهو بايديا بصبعي. اجيب بقى العجينه بعملها كده اهو، بصوا اهو، بدخلها كده زي السندوتش اهو، كله بقى بيتلم على بعضه على طول. وقت ما انا عملت كده خلاص هي اتلمت، ماهيش عامله زي الكحك. خلاص هبتدي بقى احطها كده اهو واعملها على الشكل اللي انا عايزاه، بس كده خلاص. ايه رايكم؟ شايفين؟ وابتدي خلاص كده خلصت، هعمل الكميه الباقيه وارجع لكم. اهوات كده خلصت، خلاص شكلته. شكليه انت طبعا بالطريقه اللي انت عايزاها، طبعا لازم يخش الفرن على درجه حراره عاليه على الاقل تبقى 220، ولازم نبقى مسخنين الفرن من قبلها. هبتدي ادخله الفرن وبعد كده هوريه لكم من مطبخ ام بلال، تابعوني. جوه الفرن اهو، اهوت بعد ما طلع من الفرن طبعا السميد مديله ريحه جميله، بس انا هنا غلطت غلطه ولازم اعرفكم بيها، لان المفروض كنت اشغل الشوايه الاول عشان اديله تحميره عشان الشكل بتاعه ما يروحش، يا اما كنت احطه في التلاجة بعد ما شكلته بعد كده ادخله الفرن عشان الشكل بتاعه يفضل زي ما هو. عشان للامانه بس هو كده خلص المعمول بتاعي وطالع ريحته جميله ودايب وطري، وما تخلوش في الفرن ياخد لون اكتر من كده عشان يبقى طري معانا، لان كل ما ياخد لون كل ما ينشف معانا والمعمول حلاوته، اللي هو لازم يبقى طري معانا ويبقى كده زي البسبوسه. ومن هنا خلصت الوصفه بتاعتي، ارجو لو عجبتكم الوصفه نعمل اعجاب للقناه ونشارك فيها ونفعل الجرس في قناتي وقناتكم وقناتنا كلنا ام بلال البورسعيديه. دلع كرشك دلع نفسك.